الحكم أو حمام الزينة، الاسم المحلي في سلطنة عمان للحمام المنزلي. تعد هواية تربية الحكم أو الحمام إحدى الهوايات المنتشرة في محافظة مسقط، حيث يمثل هذا الطير الجميل والأليف عنوانا للمحبة والسلام بما يمتاز به من جمال الشكل وحسن الطبع. يهتم الكثير من الناس في سلطنة عمان بتربية الحكم أو الحمام، فيبنون لها الأقفاص والغرف الخاصة ويقدمون لها الطعام والشراب والدواء. ينتشر الحكم أو الحمام في محافظة مسقط بكل أمان، مثله مثل كل الطيور التي تتم حمايتها في السلطنة من خلال القرار الوزاري رقمي 101/2002 بشأن حظر قتل أو صيد أو قبض الحيوانات والطيور البرية. فنجد الحكم أو الحمام في الميادين وبالقرب من الشوارع والدوارات وفوق السطوح والشرفات، تعيش بحرية بدون خوف من اصطياد أو مأكل أو مشرب، حيث أنها تتناول طعامها من خلال بعض وجوه الخير الذين يقدمون لها الطعام بشكل يومي، وذلك لكسب الأجر والحسنات. والحكم أو الحمام أنواع وفصائل عديدة ومتنوعة، مثل الزاجل والقلاب والزينة واللحام. يحب البعض اقتناء الأنواع النادرة منه ويدفعون فيه المبالغ القيمة، كما يقوم البعض بتربية الحكم أو الحمام للمشاركة بها في المعارض والمهرجانات التي تقام لها. ويوجد في محافظة مسقط سوق خاص لبيع الحكم أو الحمام والحيوانات الأليفة المختلفة، يقام في ولاية السيب صباح كل أيام الجمعة والسبت، حيث يرتاد هذا السوق العديد من مربي الطيور والحيوانات الأليفة لعرضها في ساحة متعارف عليها للجميع، حيث يجد محبي هذا الطير الجميل فرصة للتعرف على الأنواع النادرة وأمثاله من الطيور والحيوانات الأليفة التي تربى في المنازل. كما يعرض في هذا السوق كل ما له علاقة بها مثل الأقفاص والمأكل والمشرب والأدوية. يزور السوق الكثير من المواطنين والمقيمين والسياح بما يمثله من ميدان شعبي متخصص، وتشرف بلدية السيب على تنظيم هذا السوق بشكل أسبوعي من خلال التنظيم والمحافظة على نظافة المكان والتسهيل للمرتادين له من عارضي الطيور والزائرين له. ويحظى الحكم أو الحمام بالكثير من الاهتمام في المجتمع العماني، ونجد ذلك من خلال جمعية هواة تربية الطيور التي أنشئت بموجب القرار الوزاري الصادر من وزارة التنمية في 26 أكتوبر 2010، حيث يقوم أعضاء الجمعية بالاهتمام بالطير من
من خلال دراسة أنواعه وفصائله وتكاثره ووقايته من الأمراض، كما تقوم بضم محبي الطيور تحت مسمى الجمعية، ويكون بين أفرادها تواصل مستمر عن كل أنواع الحمام، وإقامة الدورات التثقيفية عنها وطرق العناية بها. كما تحافظ الجمعية على إقامة مزاد شهري للطيور يقام في الجمعة الأخيرة من كل شهر ميلادي، حيث يستقبل هذا المزاد كل الراغبين في البيع والشراء، ويتواجد فيه خبراء الطيور والمهتمين به، كما يحضره عشاق هذا الطائر الجميل من السلطنة ومن خارج السلطنة، وتصل أسعار أنواع هذا الطير إلى مبالغ خيالية، وذلك لندرته ولمعرفة مشتريه بالمزايا والقيمة الحقيقية التي قدمها لهذا الطير. المهم ذكر وانثى شباب زوج سوبع فتح الباب 10 ريالات على زوج 15 ريال 15 عند هذا 16 ريال 8 ريال 10 ريالات 10 10 10 على حق الرمان 10 حديدين 11 ريال حديدين. بينما نتجه في محافظة مسقط نجد حمامة بجانبنا تلتقط الحبة وتنشر الحب والسلام بيننا.